نكمل يا سادس درس مهارات الخريطة بأنواع الخرائط. سوف نتحدث عن مجموعة من أنواع الخرائط، منها الخرائط الطبيعية والخرائط السياسية وخرائط الارتفاعات المتساوية وخرائط التوزيعات الجغرافية. نبدأ بأول نوع من أنواع الخرائط، الخرائط الطبيعية. ليش هناك بداية؟ ليش في عندي تنوع في الخرائط؟ بسبب تنوع المظاهر الطبيعية والبشرية على سطح الأرض، وأيضا تنوع أنشطة الإنسان، فهذا انعكس على أنه يكون في عندي أنواع للخرائط متعددة. أول نوع رح نحكي عنه هو الخرائط الطبيعية. دعونا ننظر إلى هذه الخريطة، خريطة آسيا الطبيعية. إذن الخرائط الطبيعية بتكون بهذا الشكل، تكون بهذا الشكل، خريطة آسيا، وآسيا هي قارة، خريطة آسيا الطبيعية. هلأ هذه الخريطة أو هذا النوع من الخرائط الطبيعية تظهر الأشكال الأرضية والمسطحات المائية، مثل المحيطات، هي عندي هون مثلا المحيط الهادي، المحيط الهندي، والأنهار، وأيضا البحيرات. ويستعمل اللون البني للدلالة على المناطق المرتفعة، هيها الألوان البنية هون، هون مثلا مناطق ذات ارتفاع عالي. المناطق الخضراء للمناطق السهلية، إذن اللون الأخضر للمناطق السهلية اللي فيها سهول. اللون الأصفر للهضاب. اللون الأزرق للماء. لاحظوا هنا المحيط الهادي مثلا، فهون عندي لون أزرق. ويستعمل التدرج في الألوان لبيان الفرق في الارتفاع. تمام؟ هذا بالنسبة للخرائط الطبيعية. ننتقل الآن للحديث عن النوع الآخر من أنواع الخرائط، الخرائط السياسية. لاحظوا أعزائي الطلبة الفرق بينها وبين الخرائط الطبيعية. هذه الخريطة هي خريطة الوطن العربي السياسية. الخرائط السياسية تظهر فيها أسماء الدول وحدودها ومواقع المدن وبعض الظواهر الطبيعية كالأنهار والبحار. بنلاحظ الفرق بينها وبين الخريطة الطبيعية. الخريطة الطبيعية كانت بتظهر الأشكال الأرضية والمسطحات المائية، لكن الخرائط السياسية تظهر أسماء الدول فيها. مثلا هون عندي ليبيا، الجزائر، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، كلها هاي دول الوطن العربي، ومواقع المدن وبعض الظواهر الطبيعية كالأنهار والبحار. مثلا عندي هون البحر الأحمر أو خليج عمان. إذن هذا الشكل يمثل خريطة الوطن العربي السياسية. أما النوع الثالث من أنواع الخرائط هي خرائط الارتفاعات المتساوية أو ما تسمى بالكونتورية. دعونا نتأمل الأشكال هنا. هلأ هاي خريطة كونتورية لتلة مرتفعة. هلأ بستخدم في هذا النوع من الخرائط خطوط تظهر الاختلاف في الارتفاع. لاحظوا هون 100 200 300 400 500 600. إذن هاي الخطوط هاي تظهر الاختلاف في الارتفاع، بسميها خطوط الكونتور اللي هي بتبين الارتفاعات. إذن وظيفة خطوط الكونتور هي لبيان الارتفاعات على الخريطة. والآن نأتي إلى النوع الرابع من أنواع الخرائط، وهي خرائط التوزيعات الجغرافية أو الموضوعية. شو هاي الخرائط؟ خرائط ترسم لأغراض خاصة. هاي الخرائط بتحتوي على معلومات محددة عن ظاهرة معينة، مثلا ظاهرة الطقس أو المناخ والموارد الطبيعية أو الكثافة السكانية أو الأماكن السياحية. توضح بعض الأحداث التاريخية كالمعارك، وأيضا ممكن إنها تعطيني رسم للخرائط
لمناطق الصراعات السياسية. هلأ الألوان في هاي الخرائط أداة مهم جدا وضرورية في هذا النوع من الخرائط. خلينا نشوف هاي الخرائط. هاي خريطة الأمطار في المملكة الأردنية الهاشمية. إذن الأمطار هي ظاهرة، فبيبين لي هون في الخريطة خريطة الأمطار في المملكة الأردنية الهاشمية. في الخريطة الثانية خريطة الثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وكيف بتتوزع في المحافظات. هون أيضا هون مثلا الأمطار كيف بتتوزع بين مناطق المملكة. إذن هذا الفرق بين الخريطتين، خريطة بتبين الأمطار وكيفية توزيعها، وخريطة بتبين الثروة المعدنية وكيفية توزيعها في المملكة الأردنية الهاشمية. حكينا كمان هاي النوع، هذا النوع من الخرائط بيبين لي المعارك، بتوضح بعض الأحداث التاريخية كالمعارك. هلأ هاي الخريطة خريطة معركة اليرموك، ذكر لي هون معركة اليرموك عام 15 هجري والميلادي 636، وهون بين لي مكان المعركة، وعندي بعض المدن اللي كانت قريبة من المعركة.